السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد سور ما شين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بعض الاشكال ديال الطرز اليدوي، اللي هو طرز كلاسيك من اقدم ما يكون. قلت غادي نوريه لكم لان كيجيو زوينين بزاف مع ثوب الغلاض ديال الخريف والشتا، و كيليقوا التزيين كما ممكن يليقوا مثلا انكم تغطوا بهم بعض الاخطاء، شي حوايج كيوقعوا شي مرات، دي ديفو كيخرجوا لكم في الثوب. يعني ممكن تستعملوا هاد انواع الطرز هادي باش تكاموفليو وتغطيو هاد الاخطاء هادي ولا العيوب. دونك ما غاديش نتعطل بزاف، غادي نوريكم تو دو سويت الماتيريال اللي ممكن تستعملوا. دونك دائما الابره ديال الطرز اللي استعملت انا، هي اللي كنستعمل دائما صراحه حتى في البوان دو كوا، هي الابره رقم 5. بالنسبه للخيوط، هذا الطرز هذا صراحه كيجي مزيان بزاف مع الخيوط ديال القطن ولا ديال الصوف رقاق. دونك بالنسبه للقطن راه كيكونوا كيتباعوا هكا، كاين اللي كيخدم بهم بالكروشي. دونك هذا سي 100% كوتون، هو ديال ليجيبت. دونك هاد الخيوط هادي كيكونوا مفتولين على جوج ولا على ثلاثه هكا. كاينين هادو هما النيتس، غير هما غلط شويه عليهم خيوط ديال القطن ولا حتى الصوف كما قلت لكم. كاينين اللي كيكونوا سانتيتيك هكا، كيكونوا نيلون يعني ماشي طبيعيين هكا. انا هادو غير مصايبه لي هاد البوبين حيت ما عندوش في الاصل، ولا ممكن تستعملوا كاريمون خيوط ديال القطن اللي كيكونوا هكا في الجراره، تخدموهم على ثلاثه على ثلاثه د الخيوط. اما بالنسبه لهادو اللي وريتكم دابا ديال القطن، كنخدم غير على واحد. فوالا، دونك بالنسبه لهاد انواع الطرز، دونك هما هادو. غنحاول كل فيديو نوريكم جوج، مثلا جوج غرزات. دونك غادي نخدموا اليوم هاد الوريده هادي البيضاء، هاد الغرزه هاد اللي مكونه لنا هاد الوريقات. دونك انا ما عرفتش الاسماء بالعربيه الصراحه، هادي سميتها ليزي دايزي ستيتش، غنكتبها لكم باش الا بغيتو تقلبوا اكثر الفيديوهات اكثر تقدروا. وهي هذه النيت فيها غير واحد الاختلاف بسيط، هي هذه اللي بالفيولي، حتى هذه راها ليزي ديزي ستيتش، كونت بها هاد الوريده. تانتوما كما كتشوفوا كتجي متقونه وزوينه بزاف ومختلفه على هادشي دابا اللي كلشي كيلبسو صراحه. واخا زوين، العيب في هاد لو دومين هذا في المغرب هو فاش كيطيحوا على شي موضه كتبقى غير هي، يعني كل شيء عند الخياطه كتلقاو نفس الشيء، الناس اللي لابسين نفس الشيء، نفس الالوان. يعني هادشي انا هو اللي كيخليني نرجع سوا لداكشي القديم، ولا نمشي نشوف شي حاجه دي تكنيك ولا دي موديل من شي ثقافات وحدين اخرين بعاد علينا كل البعد، كنستمد منهم افكار لان اكره التقليد اكرهه. دونك الخيوط، كاين واحد الخيوط ديال الطرز هادو ميد ان موروكو، هادو المغاربه ما زوينينش صراحه، ما غاديش نكذب عليكم، خايبين بزاف وكيتقطعوا فاسيلمون. هانتوما كتشوفوا يعني ما تعولوش عليهم، انا غير كنبغي نعقدها وكتقطع. دونك هاد الخيوط هادو سميتهم وافافيل، هادو ما تشريهمش، ما تشريهم للتغارض، ما العلاقه. الوغ غادي نبداو دابا، غادي نديرو هاد الوريدات ديال ليزي ديزي. دونك انا هنا وجدت المرمى ديالي بالثوب وكل شيء. هاد الثوب ماشي ضروري تستعمل، لان ما غنحسبو ما حتى حاجه، انا غير درتو بيد باش يبان. هنا غادي نستعمل هاد الخيط هذا اللي بالبلو باش يبان اكثر. الوغ كنخرج الابره ديالي هكا هكا، وكندخلها قريبة لهاد الافتحه ملي نخرج، يعني كنبعد غير بشي خويط واحد غير باش ما تسخرش لي باش تشد هكا. وكندير واحد المسافه، انا نحاول هنا نكبر باش تبان لكم، كندير واحد المسافه هكا، كنخرجها وكندور الخيط فوالا بهذا الشكل، وكنخرج الابره. كنحاول ما نزيرش، ما نكونش نزير هكا. دونك انتما تشوفوا دارت لي هاد بحال الدميعه، وكنشد الابره ديالي وكندخلها من مورا الخيط
واحد شي شويه بواحد المليمتر ولا 2 مليمتر، وكندخل كومسا كيتشد ليا الخيط مزيان وكيبقى محافظ على هاد الشكل ديال الدميعه اللي انا باغيه. فوالا، دونك هو تشد، كنرجع الابره ديالي وكنخرجها من نفس البلاصه اللي خرجت منها الخيط الاول هكا، وكنعاود نفس العمليه في اتجاه اخر. مثلا دابا على حسب الوريقات اللي انا باغيه ندير، بغيت ندير 3، بغيت ندير 5، بغيت غير 2، كنتصرف في هذيك في هذه المساحه هذه كيما بغيت. الا بغيت مثلا ندير 3 وبغيتهم يجيوني مزيانين، ندير الوريقه اللي كتكون في اليمين، ندير دابا اللي في اليسار، عاد ندير الفوقانيه. كومسا غادي نتحكم في هذه المسافه هذه، نعرف نقسمها من المنتصف. دونك كنجي عاوتاني كنخلي خويط صغير وكنخرج الابره ديالي من الجهه الاخرى. هاد المسافه هذه ديال الابره هي اللي كتحكم ليا في الكبر ديال هاد الورقه ديالي هكا. نزيد نخرج شويه، كندور عليها الخيط اب وكنخرج الخيط هكا، وكندخلو من فوق الخيط اللي داير بواحد مليمتر ولا جوج، وكندخلو اب. دونك ها هما تكون ليا جوج ورقات. كنرجع عاوتاني للنقطه اللي بديت منها، فوالا، كنخرج الابره، كندخلها عاوتاني على بعد خيط واحد تقريبا، وكنخرجها وكندور الخيط على الإبرة هذا، بقى الخويط القصير هوب نخرجها. فوالا، دونك الى ضيق ليا نوسع وندخل الخيط عاوتاني، ندخل الإبرة ديالي من الفوق وكتعطيني هكا. بغيت نزيد نعمر هاد الجوانب، نزيد نعمرهم عاوتاني، غادي ندير فيهم نفس الوريقات هكا. دونك اجمالا هادي هي الغرزه. دونك كمشة، كل ما كيكونوا الوريقات اصغر كل ما كيبانوا احسن. يعني كما شفتوا هنايا فاش كيكون الخويط غليظ، يعني نفس تقريبا نفس السمك ديال هاد الازرق، كيكون الخويط غليظ وكيكون الوريقات صغيورين، كتجي هذيك الوريضه عامره وبحال 3D، يعني عاطيه واحد لو فوليوم كتجي احسن. انا هنايا كبرتها باش تبان لكم الطريقه، ولكن الا جربتو درتوها صغار، درتو الوريقات صغار، غيجيكم احسن. دابا الان غادي نوريكم كيفاش تصايبوا هاد ليزي ديزي بهذا الشكل هذا اللي كيجيو بحال في هاد السنينات من الفوق. يعني هي نفس الطريقه غير بعض الاضافات في هاد الفوق هذا. دونك غادي نوريكم هنايا بهاد الغوز، نتمنى يكون كيبان. دونك اولا كنخرج الخيط ديالي وكندير نفس الطريقه تماما بحال الاولى. دونك كنخلي غير واحد المسافه صغيره وكنخرج الخيط بحال هكا، كندخل الخيط ولكن على مسافة بعد شوية من الاول. يعني الا كنت كندير هنايا غير مليمتر ولا جوج، هنا ندير مثلا 1/4 ولا 5 وكندخل هكا. نتوما كتشوفوه باين على الاول. كنرجع بالإبرة وكنخرجها عاوتاني من الوسط ديال هاد الدميعة هادي، كنخرج الخيط وكنجي حدا هاد الخط هذا اللي رسمت، كنجي حداه ولكن تحت منه بشويه. خاص هاد الخط الاول اللي رسمت هاد الغرزه هادي بحال تكون عندي هي الطويله، هي اللي مشكله ليا داك المثلث اللي غادي نشكل دابا بالخيوط. دوك حداه ولكن تحت منه بواحد شي شويه وندخل الخيط كنص
نخرج عاوتاني الإبرة من نفس المكان، يعني من وسط الغرزة هكا، وندخلها حدا الخط اللي عاد درت دابا ولكن تحت منه عاوتاني شوية. دونك تيوليو عندي 3 د الخطوط متدرجين من الأطول للأقصر. كنرجع عاوتاني كنخرج الإبرة من نفس البلاصة وكندير الجهة الأخرى بنفس الطريقة. دونك كندير هنايا غرزة قصر من هذا، دونك كنجي وكندير غرزة قصر من الأولى، كندخل عاوتاني الإبرة فوالا، كندير الغرزة الأخيرة واحد صغير، وكندير الغرزة الأخيرة أقصر منهم فوالا بهذا الشكل. دونك كيوليو عندي 5 د الغرزات هنايا الفوق، الاولى طويله وغادو كتدرج، يعني كاين جوج وحده قصر من وحده في اليمين وحده قصر من وحده في اليسار. دونك هكا كنكون كملت الورقه الاولى. كنجي وكنخرج الابره من النقطه اللي بديت منها في الاول كاع، كندير عاوتاني الورقه الثانيه بهذا الشكل، كندور الخيط وكنخرج كمسة، وكندير عاوتاني الخط ديالي بعيد على الغرزة هاك هاكا، كنخرج الخيط من نفس النقطة، كندير الغرزة الأولى حداه ولكن أقصر بهذا الشكل، الغرزة الثانية حداه ولكن أقصر حتى هي فوالا. كنرجع ندخل الإبرة وكندوز للجهة الأخرى بهذا الشكل، أب والأخيرة أقصر منهم هكا بهذه الطريقه، وكنستمر حتى كنكمل سوا الوريضه ولا الوراق ولا داكشي انا اللي باغي ندير بهذه الطريزه هذه. وكما قلت لكم كل ما كانت اصغر كل ما كتجي زوينه، كتجي كيوت ومختلفه وكتبان متقونه جدا. ممكن هنايا انكم، انا هنايا في المنتصف دايره الغرزه الفرنسيه، نوري لكم ان شاء الله مره اخرى، ولا شوفوا لي فيديو راه موجوده، ولا ممكن ديروا عقيقات صغيورين، يعني تخيلوا جلابة مقادين فيها هاد الوريضات هادو في واحد الجهة، تكون جلابة سخونة ديال المليفة، ولا دايرين فيها هاد الوريضات بهذا الشكل هذا وسطهم دي بيرل صغيورين عقيقات ولا دي ستراس، يعني غادي تجي مختلفة جدا وزوينة وبعيدة على هاد الشيء المستهلك. وكان هنايا درت واحد التجربة في توب ديال المليفة غليظة بالأسود، دونك درت هنايا هاد الغرزة غير دغيا دغيا ودرتها واحد العقيقة غير باش نعطيكم الشكل. دونك هنايا فاش كيكون ثوب واقف يعني ما محتاجينش ديروا المرمى، ولكن المرمى كتعاون. دونك هنايا غادي ندير معاكم هذيك الغرزة الثانية، دونك فوالا خرجت الخيط غادي ندخلو حداه النيت غير بشوية فوالا. دونك غنحاول نصغرهم، ندور الخيط نخرج، غادي ندخلو على واحد على بعد واحد المسافة ديال 4 ولا 5 مليمتر. انا خرجت الخيط غادي ندخلو حداه ولكن تحت منه شي شوية، نعاود نخرج الإبرة وندخلها عاوتاني هابطة واحد شي شوية على الأول بهذا الشكل، هبت
كنخدم باتجاه الكاميرا ماشي اتجاه عيني. فوالا انا خرجت ساعة ثانية، يعني كما قلت لكم كل ما كانوا الوريقات صغار والخيط شوية ايبي كيعطي شكل احسن. فوالا دونك هذه الوريقة انا غادي نخدم هنايا واحد ثلاثة باش نوريكم الشكل النهائي. دونك كتعطيني هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كما قلت لكم ممكن ديروها وريضه دايره بحال كما عندي هنايا، بحال هنايا كتكون وريضه كلها، كما ممكن ديروا غير هكا 5 3 2 اللي بغيتوا، يعني ماشي مشكل. دونك هكا وديروا عقيقه الوسط، ولا الا درتو غير خليتو ما دخلتوش العقيق مثلا، خليتو غير الخيط كيجي زوين وكيجي تخي تخي شيك. ديروا هنا غير الغرزه الفرنسيه تجي زوينه اكثر. دونك فوالا هذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وكانت مفيده، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.